ضيف الكرة من دفاع الملعب الجبسي. باهي العملية، باهي التحضير، اختير الكرة، اختيرة فرصة هدف. أوه قلنا خلصة الضيفة. شوف التحضير من سعد بقير، شوفوا هشام السيفي في محور دفاع النجم على يسار البلبوني. شوفوا سعد بقير وكونتر بيت تسمى، سمحوني على الكلمة، باليسار هشام سعد بقير يحط باليسار. شوفوا هاي الإعادة من زاوية أخرى، معمر جمل يحط الكرة، هاي إعادة من سكيبسي. ترجع الكرة من جديد، حلوة ياسر التحضير من سعد بقير. الحكم يعطي أسبقية لعب، هذه الإشارة اللي شفتها أنا من الحكم من نصيف. سعد بقير فنية عالية لهذا اللاعب، ممتاز سعد بقير، خطير العملية، وهدف ثاني، الهدف الثاني لصالح الملعب الجبسي. لا تخضع لأي أحكام مسبقة، شاهدوا الإعادة، شاهدوا الإعادة. أحمد حسني أيمن المثلوثي في هذه الدقيقة 24 وسجل الهدف الثاني لصالح الملعب الجبسي، ومرة أخرى تمريرة حاسمة من سعد بقير، والمحاصرة الفردية قبل تنفيذ الكرة الثابتة سعد بقير. سعد بقير كان على الصورة يتولى التنفيذ وسجل الهدف، سجل الهدف سعد بقير، سجل الهدف سعد بقير. قلت سعد بقير على الصورة، قلت سعد بقير على الصورة، قلت اللاعب هذا فنان، اللاعب هذا فنان، اللاعب هذا فنان. سعد بقير في الدقيقة 61، في الدقيقة 61 بذكاء كبير، شفتوا التغطية قديش من لاعب. شوفوا سعد بقير كيفاش غالط البلبولي بالكرة، شوفوا الساق اليسار، الساق اليسار كانت حاسمة على يسار البلبولي. لاعب ذكي برشا، لاعب عنده لمسات فنية كبيرة. ثلاثة مقابل اثنين، ثلاثة مقابل اثنين، نهائي مثير. هاو أمامكم سعد بقير، زوج لمسات فنية أعطى بهم الأسبقية الملعب الجبسي في المناسبة الأولى، ثم سجل هدف ممتاز.